احنا بنحتفل كل سنة في شهر يونيو باليوم العالمي للأرشيف، وده ذكرى إنشاء المجلس الدولي للأرشيف الأيكا. وبالنسبة للتطور التكنولوجي وعلاقته بالأرشيف، علاقة قوية جدا، لأن في أمور كتير جدا تغيرت نتيجة لوجود التكنولوجيا، ومن ضمنها مش بس الوسائل الاتصال السريع ووسائل الاتصال اللي بتخدم مستفيدين، لكن كذلك أمور خاصة بالفنيات داخل الأرشيف. يوم الأرشيف العالمي هو معروف طبعا بيوم 9/6 اللي هو تأسيس الاتحاد الأرشيف الدولي. دار الكتب الوثائق القومية طبعا هي جزء من ذاكرة مصر، جزء رئيسي من ذاكرة مصر وذاكرة العالم، وبالتالي احتفالنا به النهاردة يعني كان بيتواكب مع هذه المناسبة. وتم عقد يعني ندوة علمية تحدث فيها يعني الأم المؤسسة العلمي للأرشيف في مصر الدكتورة سلوى ميلاد وزملاء عن موضوعات مختلفة، لعل من أهمها الأمن السيبراني والإتاحة وعدم الإتاحة في مسألة الوثائق وترتيبها وتصنيفها من حيث السرية أو الإتاحة. فكرة الأرشيف أو يوم الأرشيف هو جاي بمناسبة أن في مجلس دولي الأرشيف، أن دول العالم اجتمعت مع بعض وقالوا أن احنا لازم ننشئ مؤسسة عالمية تكون مهمتها تحط الرولز والقواعد والمعايير وتبقى مهتمية بمجال الأرشيف والوثائق. ويوم إنشاؤه هو بقى اليوم الخاص بالاحتفال بالأرشيف. كل التراث الأرشيفي العالمي لو جمع مع بعض بيكمل لنا الأرشيف بتاع ذاكرة العالم. يعني موضوع اليونسكو ذاكرة العالم هو فكرته إيه؟ هو بيجمع كل الوثائق وكل التراث سواء المادي أو الغير مادي بيوثق العالم، فده بيساعدنا أن احنا نكتشف ما حدث في الماضي وممكن نتعلم من خبراتهم، بل لو احنا بصينا في التاريخ هنلاقي فيه تكرار للماضي، فبالتالي ده بيدينا حاجات كتيرة وبنكتشف حاجات كتيرة. زي النهاردة برضو ما تناولنا بعض النقاط الموجودة في الأرشيف، أن التطور لا ينفصل بأي مرحلة من المراحل عن الأرشيف. زمان في بداية النشأة بالنسبة لدار الوثائق كان مجرد عمليات الجمع، وبتطور الأمر شوية بقت عمليات الجمع وعمليات الإتاحة لدراسة التاريخ. مع تطور الأمر شوية بقى فيه عندنا مجموعة من الأيتمز الجديدة اللي فرضتها التكنولوجيا الحديثة بنبتدي نشتغل فيها. فمثلا تكنولوجيا بتخش عندنا في المسح الرقمي بالنسبة للوثائق المختلفة الموجودة عشان نعمل حاجة اسمها الإتاحة الرقمية بالنسبة للباحثين الموجودين بدار الوثائق القومية. بمعنى التداول المادي للوثيقة لم يعد موجود، لأن أنا محتاجة أن أنا أحافظ عليها، محتاجة أن أنا يعني أحضر لها الظروف المختلفة بالنسبة لحفاظ درجات حرارة ورطوبة وعدم وجود هاندلينج أو تداول بصفة عامة.